ما بغيناش العشوائي. واحد كل وحنا الواحد دابا قتلونا هاد الناس. لا مجال لي الدستور حشرات قبل كيف واش بشر ولا حياه ولا حمد العام الى ما شلنا منها الا الخير حتى شي باش تهرس الاقتصاد ديال انه زدنا كيبلي والسلطه كتريب. هذه دوله الحق والقانون. حسبي الله ونعم الوكيل. البارح كيف ما كتشوف اخويا ماتوا ثلاثه ضحايا هنايا. ثلاثه ضحايا جاوا نتيج عن طريق واحد الحفره اللي طاحوا ليها. عيطنا رجال الانقاذ شي واحد ما استغل في ديك اللحظه والو. عينا بني جاوا رجال الانقاذ جايين ما كاين لا اكسجين لا والو. السيد جديتي القرعه ديال الاكسجين درتيها في فمك ما لقاش الهواء. قال لي خاويه قال لي ما عنديش حق ما عنديش كي ندير انا بطوله والدراري ديال السكان ديالنا ولينا مليوحين تما في الحفره كنجبدوا في الناس كنحزمو في القنبو كنطلعو في الناس. ثلاثه الناس طلعناهم اللي هما جثات هامده ما كاينش ديك الساعات كي غنديروا ليهم لا غاز باش لا هواء باش نناقضوهم لا حتى شي حاجه. وجوج الناس اللي مشاو حتى للسبيطار في حاله خطيره. السبيطار ديال المحمديه ديال المحمد الابيلانس اللي جات معطله ما فيهاش الاكسجين ديال المحمديه ديال المحمد ديال شحال ديال الوقت باش جات تقريبا شحال ديال شحال غادي نقول لك شي نص ساعه جات تقريبا ساعه. هما الناس طايحين في حفره وفي محمديه وما جاش وفي الاخر جايبين لنا معاهم بومبيه. ومني جات حنا كنقولوا لهم راه كاين عده ضحايا جاي امبيلونس وحده. واش امبيلونس وحده غتهز خمسه الناس؟ امبيلونس وحده غتهز خمسه الناس راه لا يعقل. امبيلونس غتهز خمسه هزات اربعه الاشخاص اللي هي حملتهم داتهم خلينا شخص طلعناه كاعضاء لا جماعه لا قياده لا نحن هناك إهمال تام. الدوار كاين اللي هنا من الثمانينات هو هنا من 86 من 85 وحنا هنا احتفظنا على محلاتنا كبرنا ولادنا هنايا كبرنا في الخنز ما كاينش اللي يعني ما كاينش اللي كينكس لينا ما كاينش اللي كيلقي لينا لا اعضاء لا احزاب لا والو لا مسؤولين انما المنتخب اللي ترشحتوا عليه انتخابات لا والو كلشي هربوا فهمتي صافي سكتوا كلشي هربوا كلشي هرب يعني هنا احتفظنا على محلاتنا القايد والخليفه والمسؤولين كيبيعوا المحلات ياك كيبيعوا المحلات وملي جاوا الاستفاده ملي وحلوا ولاو كيقصيو في عباد الله كيقصيو. حنا بغينا كنطالبوا جلاله الملك يتنفذ الخطاب ديالو. حنا قدمنا شحال من شكايه قبل ما يوقع هذا المشكل. قدمنا الشكايه للقايد اش قال لنا؟ قال لنا شربوا هذه هضره يقولها لك القايد. واش هذه قال لكم بهذا المعنى؟ بهذا المعنى بهذا المعنى قال لنا شربوا هذاك الشيء هي هذيك فنطره المشكل. احنا من زمان حنا تندافعين لي تقريبا شي 200 شكايه على قضيه الزباله وعلى قضيه الحفره اللي لهين ديما الفيضانات ديما عايشين القاهره في الصيف وفي الشتاء. الله يرحم لكم الله يرحم الوالدين. بغينا تفتح تحقيق في هذه الفاجعه اللي وقعات. بغينا تفتح تحقيق الناس اللي كانوا السبب في هذه الفاجعه لا من القايد لا من المجلس البلدي لا من الوقايه المدنيه. القايد مشاو عندو الناس قال لهم شربوه. الوقاية المدنية مشاو عندهم الناس باش يجيو ينقضوا الناس. قال لهم اليوم الويكاند ما كنخدموش. المجلس البلدي صلينا عليه صلاة الجنازة شحال هذه قبلت الناس كيشوفوا في القايد كيمحن في عباد الله وكيتفرجوا ما عرفنا واش خايفين منه ولا عاجبهم الحال وكيستافدوا منه. 30 عام وحنا في هذا الكاريير تزدنا فيه وكبرنا فيه شي حل الله منين غيجي الله اعلم. شنو هي الرسالة اللي بغا يوصلوا لكم بهذا التهميش هذا؟ بغا يوصلوا واحد الرساله ماشي بغا يوصلوا علينا شحال هذه باننا حنا ماشي بنادم كيتعاملوا معنا عيشه ماشي ادميه. حنا بشر خاصنا اول حاجه الماء والضوء والصرف الصحي هذو ابسط شروط ديال الانسان. حنا ما عندناش هذا الشيء. الماء كنخلصوا عليه الضوء كيتقطع وقت ما بغاو كيطلقوا الواد الحار كيخرج من الديور وكيدخل للنيوف ديالنا. عيشه ديال الانسان راه ما كاينش. هذه وقفة جميلة جدا من طرف الدوار جامايكا.
حيت حنا عانينا بزاف من هاد الظروف القاسيه، جد قاسيه، وكتمشي فوفاه ديال ثلاثه الاشخاص هذا في ظروف ماساويه، ماساويه جد جد ماساويه، ماشي غير ماساويه، قلنا ماساويه، فهذا المصطلح غير صالح حقيقه في هذه الظروف. نحن ساكنين قاطعين باولاد المعزق الحجر، كنطالبوا بالحقوق ديالنا، هي انا كنعانيو كثير ديال الفيضانات هنا، خصوصا وقت الشتاء، لاننا كنعانيو من واحد الشده لا شاشه، وخاصنا كنطالبوا بان الدوار يتحول من هنايا. ديما هاد الكاميو ما عندهمش، علاش دابا حنا دابا ديما تيقول لنا تشربوا هذاك الزبل، انتم بغيتوه انتم تشربوا، الدوار عامر كله زبل، علاش يمكن لينا حنا الزبل؟ ولادنا مرضوا وحنا مرضنا، علاش يمكن لينا حنا كلنا تنمرضوا؟ علاش؟ كنا حنا مدون الدواور. الطلب ديالنا سيدي هما يصلحوا لنا المحلات ديالنا ويصلحوا لنا الشغل ديالنا، وخاصنا الماء، خاصنا الضوء، خاصنا الطرقان، خاصنا الويدان، خاصنا بزاف اسدي المشكل. حنا كنطلبوا من هاد القايده هذا يتحول اخواننا البلاد، حيد علاش اخويا؟ اصلا مكرفص الناس هنايا، كيجيب الناس برانيين كيبيع لهم بقاع هنايا بثمن رخيص. كيجيو الناس كيستافدوا، وحنا ولاد البلاد، حنا ولاد جامايكا اخويا، حنا ولاد جامايكا ياك، كبرنا هنا وتكرفسنا هنايا وقرينا هنايا وتبهدلنا هنايا، ومشينا باش طلبوا معندو شهاده السكن، مابغاش يعطيها لينا، مكرفسين مبهدلين بالعربيه، بغينا يحيد، كاين مشكل كبير، الناس مكرفسه، الناس مبهدله، واخويا الناس مبهدله ومكرفسه اخويا، والضحايا اللي والضحايا اللي توفوا مساكن، والاخ والضحايا اللي توفوا سبابهم القيد، ما خداش معانا، هذاك ما كنحبوش، حيدوه خويوه. هذاك هو سبب من الله يجازيك بخير. مواطنين بدوار جامايكا اللي نجا نقدروا نقولوا بواحد الاعجوبه الهيه، اشرح لنا اشنو اللي وقع معك؟ الحمد لله احنا جينا من فضل الله، ولكن هذا الشيء ما كيدعيش اننا حيينا وعندنا عمر جديد. احنا عايشين في الدوار هذا، عايشين في واحد الكارثه عظمى، عايشين في واحد الكارثه اللي خايبه، كل نهار عايشين في واحد المستوى اللي عاد العيشه مزريه، حد العيشه فقيره بزاف، واللي حتى واحد ما كيتسوق لينا، حتى شي واحد ما كيتسوق لينا، كل شيء باغي غير الفلوس. واحد لا ما كانش فلوس ما كايناش، ما غاديش يجي عندك يتفكرك. حنا عايشين، القايد مشينا عنده قال لك باللي قبل لك شحال من واحد ميت، شحال من واحد كيسول بحال باغي حصينا، وحنا عايشين بزاف متدهورين، عايشين في واحد الحفره اللي حتى واحد ما مسوق لينا فيها، عايشين في واحد العالم اللي مخزون، عايش عالم مدرك. يعني باش حسيتي من بعد النجاة ديالك، شنو الطلب ديالك للمسؤولين؟ الطلب ديالنا للمسؤولين هو يتفكرونا، يعطيونا واحد الاهميه، يحسوا بان حنا انسان، حنا بشر، حنا مشينا في السبيطار، عايشين في السبيطار مريحين، كنموتوا وحدين ما مسوقايش لينا، وحده كتجي تدار معايا في السبيطار كتقول لك لا حنا مسالينش دابا. هادشي البارح ملي وقعت هادشي؟ هادشي البارح عيطنا للبومبيه كيقول لك حنا ما خدامينش السبت. يعني باش كتحسوا بهذا التهميش اللي كيطال دوار جامايكا؟ دوار جامايكا عايش في تهميش، عايش في واحد عايش منعزل، عايش شبه منعزل كاع، ماشي حتى شي منعزل. ساعة ديال المكانة من بعد ما علمتي ان الوقاية راه غنديرو مظاهرة، الرأي ديالك تكون سلمية، الرأي ديالي انا ملي وصلت ديالنا ملي شفت الناس كتموت وهادي ما نقدرش انا نشوف هذاك المنظر. كان عقل القايد هو الأول غادي نتابعو على هاد النهار اللي داير لينا وعلى هاد الذنب اللي داير لينا. إذا خليك معنا، السلام عليكم. من السكان دوار جامايكا. شكرا. يعني معنا واحد من الناجين اللي نجابه اعجوبه، اشرح لنا شنو اللي وقع. اللي وقع ان السيد حنا دابا جامايكا عايشين في واحد المستنقع، جا بغى يعتق طاح هو. دابا الدوار كله عايش في حفاري، الا جيت تدخل غتلقى حفره هنا وحفره لهي، الواد الحار. ولكن خلوهم يديروها. حقاش ما عندناش الواد الحار اللي كيخرج جامايكا، عندنا واد الحار في جامايكا، حنا عايشين وسط واد الحار. هادشي كله الرئيس ديال الجماعه اللي صوتوا عليه الناس وكلشي فينا هو، ما كاينش. البرلمانيين حتى شي واحد ما كاين. لا سميتو عليه الجمعيات، حتى واحد ما كاين، كلشي تحت، كلشي شاري، كلشي بيع، حتى واحد ما كاين. دابا حنا كنقول لهم بلا اول حاجه غيديروا خصهم يحيدوا داك القايد، داك القايد اي واحد كيبغي يمشي يصاوب شي وثيقه من الشباب ديال اليوم كيجري عليه، ماشي يدير خدمته، كيقمع الناس. وصلنا لواحد النار، رجعنا للور بزاف، دير واحد القمع. يعني كنطالب اول حاجه القايد يحيد، وحنا غادي نديروا مسيره احتجاجيه او مظاهره احتجاجيه او وقفه احتجاجيه امام القياده او امام العماله، وغنطالبوا بالحقوق ديالنا يوم عيدنا ان شاء الله بحول الله. واول حاجه القايد اللي مشاو عنده الناس قالوا لي هودي راه حنا الماء دخل علينا من تحت الحفاري، اول حاجه قال لهم، قالوا يعطينا موطور نحيدوا داك الشيء، قال لهم سيروا شربوا انا ما سوقيش.
وكيجيو عند الناس يجري عليهم ما تيصيفش الوثائق ديالهم. ومعظم الشباب هنا مزوجين وباغي يصيف وثائق ديالو على شي حوايج، باغي اللي باغي شهاده السكنه ما تيعطيهاش ليه. علاش السيد باغي يصيف ولدو وريقات باش يستافد من الضمان الاجتماعي او لاميتيال؟ ما تيصيبش ليه، تيجري عليه. ضروري خاص القايد يحيد اول حاجه. الا بغاو هاد الناس يتهدنوا اول حاجه يديروا يحيدوا القيد، اول حاجه يحيدوا القيد. الرئيس هذاك ما كاينش اصلا، هارب الرئيس، عارب هارب اصلا. خاص اول حاجه يحيد القيد، اسقاط القيد. الشعب يريد اسقاط القيد، الشعب يريد اسقاط القيد، الشعب يريد اسقاط القيد، الشعب يريد اسقاط القيد، الشعب يريد اسقاط القيد. حشرات واش بشر ولا حيوان؟ العامله ماشي لنا منها الا الخير. انت جايه باش تهرس الاقتصاد ديال انه سيدنا كيبني والسلطه كتريب. هذه هي دوله الحق والقانون، حسبي الله ونعم الوكيل.